السلام عليكم ورحمة الله. محاضرة اليوم راح تكون على موضوع الـ convolution. موضوع الـ convolution راح نرمز له بهذا الرمز اللي هي أشبه بـ X وحول دائرة. موضوع الـ convolution بالـ T domain للإشارات الـ continuous المستمرة هو ما ذاك الموضوع المعقد. راح يكون عندك إشارة أولى وإشارة ثانية. خطوات الـ convolution راح نأخذ الإشارة الثانية. أول شيء راح ترسم الإشارتين، تأخذ الإشارة الثانية تعمل لها إنفيرس حول المحور العمودي أو تقلبها حول المحور العمودي، بعدين تعمل لها شيفت بمقدار تي، بعدين تبدأ تدخل الإشارة الأولى مع الإشارة هذه اللي طلعت لك. تقريب نحن ذكرنا كل خطوات الحل ونجد المساحة تحت المنحني عن طريق التكامل. هذه كل خطوات الحل، هسه راح نبدأ بالتنفيذ. عندك إشارة أولى اللي هي x of t من الصفر إلى الواحد، من الصفر إلى الواحد هذا منه t، هو يقول t من الصفر إلى الواحد. أشقد قيمة الإشارة عبارة عن amplitude ثابت مقداره واحد. خلصنا، وصفر بأي مكان ثاني. نجي لل h of t، نجي نرسم ايه من احسن h of t، ايضا ال t من الصفر الى الواحد، من الصفر الى الواحد. اشقد مقدار الاشارة t، يعني اشارة متصاعدة بهذا الشكل. بما انه t معناته ال amplitude يساوي ال t، يعني الافق يساوي المحور العمودي، فمشيت واحد اذا الارتفاع ايضا طلع لي الواحد. قلنا عندنا عدة خطوات للإشارة الثانية. أول شيء شعمل له، نعمل قلب بالنسبة للمحور العمودي، فهي كانت تبدي من الصفر وتتصاعد نحو الإشارة نحو الموجب إنفينيتي، راح تبدي من الصفر وتتصاعد نحو السالب إنفينيتي بهذا الشكل. أيضا تصل الواحد، واحد معدل الإشارة هي تي. أنا متلاقي شيء خربطة، نجي نرمز لكل هذول ب تاو، لأن إحنا مشفت بمقدار تي والأمبليتيود هون بمقدار تي. الإشارة الأولى نزلتها مثل ما هي، الثانية نزلتها مثل ما هي، بعدين عملتوا لها قلب على المحور العمودي، بعدين آخر شيء تعمل لها شيفت بمقدار تي. أشقد العوض من الإشارة من الصفر إلى الواحد، راح سي تي ماينس واحد. إذن هذه النقطة عبارة عن تي شيفت معين، وهذه تي ماينس واحد كون إن الإشارة مرتبطة واحد. راح نجي نعمل محو نقطة إيش التصوير عمود الخطوات تكون واضحة قدامكم كلها. هسا عندك هذه الإشارة الأصلية اللي هي الإشارة الأولى، والإشارة الثانية بعد ما عملت لها قلب وشيفت راح تعمل لهم تداخل. فالإشارة الأولى واقفة بمكانها اللي هي من الصفر إلى الواحد، هذه وين واقفة بالمرة الأولى؟ واقفة بشيفت معين تي ماينس واحد. التكامل نستخدمه لإيش؟ لإيجاد المساحة تحت المنحني. اللمن واللمن وهتقول الاكس تاو، اكس تاو يعني الاكس بالنسبة مع التاو في الاج بها شيفت بمقدار تي، تي ماينس تاو هي تاو بس بمقدار شيفت ايضا معها، شيفت نحو السالب. زين، التكامل نستخدمه لإيجاد المنطقة مال التداخل. أشقد منطقة التداخل هوني؟ هذه تمام، هذه إشارة بمكان وهاي إشارة بمكان، فنقطة التداخل عندك صفر. هسه راح تبدي تعمل إيش؟ تبدي تدخل هذه الإشارة، راح تبدي تدخل إيه هذه الإشارة مرة مرة على الإشارة الثانية. اول ما راح ادخلها الى النصف، بحيث يعني مركز هذه الاشاره يكون وين؟
يكون عند الصفر. احفظ هذه الخطوات يعني هي ثابتة هنطبقها على الأغلب يعني. مركز هذه الإشارة راح يقعد عند الصفر. زين أشفظ عوض الإشارة راح يكون إيه هكذا بالتالي. راح تكون تي بدايتها تي ونهايتها تي ماينس واحد. بس هاي اختفت كون أنه رسم ثاني بس للاختصار بما أنه طلع صفر فما تسوى أنه أعمل رسم ثاني. هذه منطقة المنطقة اللي راح يتقاطعون بيها راح تكون إيه هذه الإشارة. زين حدود التكامل راح تصير من وين إلى وين؟ من صفر إلى تي. طيب معادلة الإشارة من أجيبها؟ ما صعبة. هذه معادلة الإشارة عبارة عن إيش؟ واحد. هذه المعادلة عبارة عن إيش؟ هاي عبارة عن edge of tau وهذه عبارة عن edge of سالب تاو بس عكست الزمن. هوني اش عملت؟ edge of t minus tau انه السالب تاو عملت لشفت بمقدار t. اذا المعادلة من هاي الاشارة هي عبارة عن حاصل ضرب هاي في هاي. هاي ايش قد قيمة الامبليتيود لها؟ واحد. هذه عبارة عن edge t minus tau. اذا المعادلة حصي عندك ومنطقة التقاطع هوني راح تصير المنطقة من الصفر إلى تي لل إج تي ماينس تاو. الإج ما تنكتب فيبقى لك عندك تي ماينس تاو والتكامل راح يكون بالنسبة التاو أيضا. تعال كامل التي بالنسبة التاو. التي هوني بما أنه التكامل ما بالنسبة لها إذا التي تعتبر ثابت. تكامل الاثنين شنو؟ مثلا 2 إكس ما تمام؟ فتكامل التي تي في تاو تي في تاو ماينس تكامل التاو لان هذا بما انه حدين فهاي ممكن يتقسم على اثنين. تكامل التاو تكامل الاكس كان اكس تربيع على الحد او على الاس الجديد. اذا تاو تربيع على اثنين. بعد ما كملنا من حقنا انه شنو نعوض حدود التكامل بمكان كل تاو بحيث ما يظل عندك تاو بالنهاية. المعادلة تطلع بدلالة تي فقط. زين إذا عوضنا تي راح يصير عندك تي في تي تي تربيع ماينس تي تربيع على اثنين. إذا عوض الصفر هذا راح ينهمل هون صفر على اثنين صفر. إذا هذه المعادلة اللي طلعت عندك للحالة الأولى عندما الرسم الثاني جاء وصار مركزه هو الصفر نفسه. طلعت المعادلة عندك عبارة عن تي تربيع ناقص تي تربيع على اثنين. اش عندك يعني واحد ممكن نبسطها اكثر. واحد تي تربيع ناقص نصف تي تربيع يطلع لك نصف تي تربيع. هذه المنطقة مال الكونفوليوشن الاولى. اكمل هسا الاشارة مالي تي ماينس واحد. ليش ماينس واحد؟ قلنا لان عوض الاشارة مثلثة اش قد كان عبارة عن واحد فقط. فهسا تمشيها شيفت ثاني بمقدار موجب واحد فمركزه كان صفر. راح يصير مركزه وين؟ من الصفر الى الواحد الاشارة الاصلي. الاشارة قبل شوية كان مركزه صفر هسا مركزه صار الواحد. بالتالي هترسم الاشارة بهذا الشكل تقريبا تي ونهايتها كانت تي ماينس واحد. منطقة التداخل اللي حسي عندك هي ايها المنطقة اللي هون راح تقول وتساوي لي تكامل. تبدي وين؟ تبدي من تي ماينس واحد وتنتهي بال واحد ما تنتهي بالتي. انت هتقول منطقة التقاطع فقط. تبدي من تي ماينس واحد تنتهي بالواحد. معادلة الإشارة عبارة عن تي ماينس تاو هي نفسها معادلة الإج. يعني معادلة الإكس واحد معادلة الإج هي عبارة عن تي ماينس تاو. واحد في تي ماينس تاو يطلع لنا تي ماينس تاو. التكامل كذلك بالنسبة تاو. كملنا قبل شوية هذه وطلعت عندنا تي في تاو ماينس تاو تربيع على اثنين. هالمرة بس حدود التكامل اختلفت. صارت مرة واحد مرة واحد مرة واحد مرة تي ماينس واحد. أعوض حدود التكامل الأعلى ناقص الأدنى. إذا عوضت واحد بمكان التاو فراح يطلع لي تي ماينس مكان التاو عوض واحد تربيع واحد على اثنين نصف. هاي كلها الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى. راح تجي تكتب تي في مكان التاو راح يطلع عندك تي ماينس واحد.
إشارة السالب. هذا النصف ممكن أكتبه بهذه الطريقة، والتاو تربيع راح ينزل مكانه تي ماينس واحد الكل تربيع. شغل تبسيط رياضيات، راح تحصل على معادلة. راح نكمل الحل عمود لا يبقى علينا شيء. راح نقول تي ماينس نصف ناقص تي في تي، هاي وزعة تي تربيع تي في ماينس واحد ماينس تي ماينس نصف، افتح قوس، هاي مربع حدانية، مربع الحد الأول ضرف الأول بالثاني زائد مربع الحد الثاني. هذا النصف راح يدخل عليهم كلهم أيضا، إذا تي ماينس نصف ماينس تي تربيع ماينس تي ماينس نصف في تي تربيع نصف تي تربيع، سالب في سالب موجب، اثنين بالمقام اثنين بالبسط، راح يبقى لك حرف تي سالب نصف، تمام، موجب في السالب سالب نصف في واحد نصف. أيضا هذا السالب راح يدخل على كل هاي الأطراف، ممكن ندخله بشكل مباشر، كل إشارة راح تقلب، السالب يصير موجب والموجب يصير سالب. هسه صار عندك جمع عادي، سالب تي تربيع وزائد نصف تربيع، يعني سالب واحد زائد نصف سالب نص تي تربيع. خلصت من جماعة تي تربيع، أجمع اللي من الدرجة الأولى، عندك موجب تي وموجب تي 2 تي وسالب تي واحد 2 ناقص واحد زائد تي، يعني واحد وواحد 2 ناقص واحد واحد، يبقى عندك سالب نصف وموجب نصف صفر. إذا هذه المعادلة اللي طلعت عندي للفترة من ال تي ماينس واحد إلى تي. يبقى عندك هسه إذا عملت له شيفت بمقدار واحد مرتلخ، راح يكون مركزه منه، إذا كان مركزه واحد راح يكون مركزه الاثنين، مركزه الاثنين بالتالي هي تمتد نصف بنصف، راح تكون إيه هكذا، ما راح تتقاطع شيء مع هاي الموجة المربعة، إذا بالتالي التكامل الأخير راح يكون صفر. فعلى مود تكمل الحل راح تقول اكس تي في اتش تاو في اتش تي، المهم يعني الناتج الكونفوليوشن بيناتهم راح يكون عبارة عن أربع مراحل اللي طلعناها. إذا كانت التي أقل من صفر، هون التي بالسالب، التي أقل من صفر، قيمة الكونفوليوشن إيش قد طلع عندنا؟ صفر، قلنا لأنه ما عندي أي تداخل بيناتهم لما كانت الكونفوليوشن هون. الحالة الثانية اللي كانت التي بين الصفر والواحد، التي مالنا كانت بين الصفر والواحد، قيمة الثانية إيش قد طلعت لنا؟ نصف تي تربيع، نصف تي تربيع. الثالثة اللي هي كانت قيمة تي بين الواحد والاثنين، هي يعني طلعت لنا نصف تي تربيع زائد تي. الأخيرة عندما تي أكبر أو تساوي اثنين راح تقول قيمة الإشارة طلعت لنا صفر. هكذا تكون حلينا موضوع الكونفوليوشن. أتمنى الفكرة ما وضحت إن شاء الله.